الأمر الذي لا شك فيه أن هذا المجلس قد خاض حروباً ومعارك لم تكن مستحقة له على الإطلاق، وإنما هي نتاج سنوات كثيرة من الركود والخمول. معارك بدأت بجمعيات عمومية عادية وغير عادية، بخصوص ذلك النص الذي في قانون المحاماة، والذي يقطع بأنه لا بد أن يكون في إطار كل محكمة ابتدائية نقابة فرعية. وزارة العدل قامت بإعادة تشكيل المحاكم الابتدائية على مستوى الجمهورية، فأتت على معظم المحافظات وأنشأت بها محاكم ابتدائية جديدة، الأمر الذي يستلزم أن تنشأ نقابات فرعية في هذه المحاكم. خضنا هذه المعارك وخضنا هذه الجمعيات بسحب الثقة وغير سحب الثقة، وكانت المعركة الأهم التي يخوضها المجلس، والتي لم يتمكن أي مجلس على الإطلاق من خوضها على مدار نقابة المحامين منذ إنشائها حتى الآن، وهو التلقية. في كل انتخابات كان يتعرض المرشح لموقع النقيب أو للعضوية، أين التنقية وأين موقف النقابة من المحامون الذين لا يمارسون، والذين مكاتبهم على قارعة الطريق أو على سلالم كل محكمة من المحاكم على مستوى الجمهورية. ما كان للنقيب أو لأي مجلس أن يقوم أو يتخذ هذا القرار لولا أن المجلس على قلب رجل واحد، وخلف النقيب مفوضا إياه في كل قرارات تخص المحاماة ونقابة المحامين منذ 2015 حتى الآن. وكان قرار التنقية الذي رفع عن كاهل المحاماة ونقابة المحامين ما لا يقل عن 350 ألف محامي كانوا ينتزعون من المحامون الذين يمارسون المحاماة، ينتزعون منهم أرزاقهم وصندوق معاشهم وأيضا علاجهم، يتساوون في ذلك مع المحامي الذي يمارس يوميا، يركب سيارته أو دراجته أو أي طريقة للمواصلات حتى يصل إلى محكمته، يقوم بدفع دمغة محاماة لصندوق النقابة يوميا، يقوم بدفع أتعاب محاماة للنقابة يوميا، يأتي الذي لا يمارس يأخذ منه كل ذلك. ولذلك كان قرار التنقية من الحكمة ومن القوة بمكان، تمكننا من خلاله أن ندير العمل النقابي بطريقة جيدة، وأن تصل الخدمة النقابية لكل من هو يستحقها، الذي يستحقها والمحامي الذي يمارس بالقطع وباليقين. هذا كله فتح علينا أبواب كثيرة وفتح علينا حروب كبيرة. الذين لا يمارسون لجأوا إلى المحاكم ولجأوا إلى المواقف العنترية على أبواب النقابة، يسبون ويلعنون. هؤلاء هم المستفيدون الذين حرموا مما لا حق لهم فيه، يضاف إليهم الذين يأخذون موقف انتخابي من النقابة وبدأوا يتغنون ويتقولون على مجلس النقابة بما ليس فيه، محاولين بطريقة أو بأخرى وقف هذا النشاط ووقف هذه الإجراءات التي تعيد للنقابة هيبتها وشكلها الأدبي والمادي. المادي يصب في صندوق نقابة المحامين بأنه لا يستفيد من هذا الصندوق إلا من هو يمارس، والأدبي بأنه لا يصح أن يرتدي قناع المحاماة من لا يمارس المحاماة ومن يحمل بطاقة العدوية فقط، وذلك هو الذي يأتي إلى النقابة بكل سوءة، إذ أنه يدخل إلى الأماكن الرسمية التي يتعامل معها كمحامي، سواء قسم شرطة أو نيابة أو محكمة، وهو لا يعلم أي شيء، ويرتكب من الموبقات والجرائم الكثير، وفي نهاية المطاف يخرج لمن يتعامل معهم بطاقة العضوية التي تقطع بأن ما قام به أو اتخذه من عمل ليس له صلة بالمحاماة على الإطلاق. ولذلك كانوا يسيئون إلى النقابة شكلا وموضوعا. لم تكن النقابة لتتمكن من أداء دورها لولا أن كان لحصيلة ذلك النشاط في صندوق النقابة الكثير، الأمر الذي دفع النقابة إلى أن ترفع سقف العلاج إلى منتهاه، إلى الضعف 100%. الآن أصبح العلاج بدلا من 20 أصبح 30 ألف للمحامي في السنة، أصبح العلاج
بالنسبة للمساهمة العلاجية في زراعة الكبد من 50 إلى 100 ألف، في زراعة الكلى من 25 إلى 50 ألف، في القلب المفتوح من 25 إلى 50 ألف، في أمراض السرطان من 25 إلى 50 ألف، في النخاع الشوكي من 20 إلى 35 ألف. أضيف إلى ذلك المعاشات، أصبح المعاش السنوي الشهري الآن 2000 جنيه، أكبر معاش على مستوى الدولة لكل المصالح الحكومية ولكل النقابات. 50 جنيها في الشهر أصبح جملته 2000 جنيه في الشهر، لم يكن هذا موجودا. المعاشات كانت حتى قريب يأتي إلينا المحامون الذين يقررون بأن معاشهم 25 و30 جنيه في الشهر. أصبح الحد الأدنى الآن للمعاش 625 جنيه شهريا، وبالتالي زادت المعاشات بنسبة شديدة جدا. قد يقول قائل أن هذه المعاشات بسيطة وأن الزيادة طفيفة، لقد كان القرار بزيادتها 10% بالنسبة للمعاشات القديمة، إضافة إلى 5% زيادة دورية. قد يقول قائل أن تلك نسبة بسيطة، ولكن بجمعها وطرحها وضربها نجد أنها تكلف صندوق النقابة مئات الملايين سنويا. ليس هذا بمنتهى أمر المعاشات، وإنما كان النقيب في لقاءات قريبة قد صرح أن ما زال أمر زيادة المعاشات مفتوحا، وإليها نظرة أخيرة ستكون في القريب العاجل قبل أن يسلم هذا المجلس ملفاته للانتخابات القادمة، سيكون إليها نظرة أخرى لنزيد المعاشات بما يتفق، والغلاء بما يتفق، وقيمة وقامة المحامي. ولذلك أقول بما بدأته أن الحروب كثيرة وأمرها ليس هين على النقابة، وإنما لأنه مجلس على قلب رجل واحد، مجلس يقدر قيمة المحاماة والمحامين. سنظل للسيف رافعين وللرمح مشهرين في قلب كل من يفكر أن يتغول على نقابة المحامين. لم يغيب عن نقابة المحامين بالإضافة إلى دورها الخدمي، لم يغيب عنها دورها الوطني القومي، أننا الذين نرتدي ثوب المحاماة، ونحن الذين نرتدي ثوب الوطن، ونحن الذين نعيش كل قضاياه ونحارب له كل همومه. نحن الذين معنا سند وكالة عن المواطن. لم ينعقد هذا الحق لأي فئة من الفئات إلا المحامين. نحن الذين يثق فينا المواطنون ويحررون لنا توكيلات بكل همومهم ويبوحون لنا بأسرارهم وبأموالهم، وبالتالي نحن على حرص على حماية المواطن، نحن على حرص على حماية الوطن، نحن على حرص أن نحارب كل قضايا الوطن. وبالتالي لم يعد هناك ما كان مطلوبا في السابق، لم يعد هناك ما كان مطلوبا من أن نقف على قارعة الطرق أو نقف في الميادين ونتقول على الوطن. الوطن الآن معقود لوائه لرئاسة نعتقد أنها على قدر الموقف وعلى قدر الوطن، نعتقد أنها على استجابة لكل ما تئن منه نقابة المحامين. لم يعد هناك مطلب رسمي تطلبه النقابة من الدولة ولا يستجيب له المسؤول، وبالتالي لم يعد هناك مجال للشجار ولا للنقار، وإنما هناك التزام. نحن نصطف خلف الوطن في منظومة واحدة نريد له العلو والسمو، ونريد لنقابة المحامين أن تسمو أيضا وترتفع، لأننا نعلم أن المحامي الممارس قد دفع ضريبة كبيرة لكي يتمكن من تجديد بطاقة عضويته. كان قرار المجلس الأخير في نهاية عام 2018 أن الذي يحمل بطاقة عضوية 2018 دون أي أوراق ودون قيد أو شرط يجدد ويحصل على بطاقة عضوية 2019. لكن هذا أثار تساؤل، لأن الذين تم إعادة قيدهم مرة أخرى والذين تم نقلهم لجدول غير المشتغلين والإعادة برسم جديد، هؤلاء طبقا لقرار المجلس قد حرموا من العلاج لمدة 3 سنوات تبدأ من تاريخ الإجراء وليس من تاريخ القرار، وبالتالي هؤلاء
يحتجون من أنهم لا يحصلون على الخدمة العلاجية. أعتقد أنهم هم الذين أهملوا في حق أنفسهم، وهم الذين عرضوا أنفسهم لموقف الشطب أو المحو والإعادة مرة أخرى أو النقل لجدول غير المشتغلين. هؤلاء عليهم إذا أرادوا الحصول على بطاقة عضوية 2019 أن يقدموا ما يفيد أنهم قاموا بأعمال في عام 2018 مثل السابق، وليس من 2013 مثل الذين كانوا يحملون بطاقة عضوية 2016. عليه أن يتقدم بما يفيد أنه مارس المحاماة في عام 2018، وبالتالي إن فعل ذلك سيحصل على بطاقة عضوية 2019، ولكن سيظل القرار بحرمانهم من بطاقة العلاج 3 سنوات ابتداء من الإجراء، من تاريخ الإجراء. أما عن ميكنة العلاج، فقد تم اجتماع لجنة العلاج برئاستي، وتم الانتهاء إلى ترسية البطاقة المميكنة على شركة متميزة من الشركات المختصة في هذا المجال. والآن يصدر لكل أسرة، إن كانت الأسرة تتكون من المحامي وزوجته وأيا كان العدد من أولاده 3 أو 4، كل منهم يحمل بطاقة مميكنة للعلاج وله رقم سري يخصه، وبالتالي لم تعد البطاقة الورقية القديمة، وبالتالي أصبح أمر ضبط العلاج على مستوى الجمهورية من خلال السيستم له كود نمبر يدخل من خلال نقابته الفرعية من خلال البطاقة المميكنة التي معه يحصل على الخطاب العلاجي الذي يريده. أما خارج هذا النطاق، أعتقد أن هذا سيقضي على الفوضى التي كانت في إدارة العلاج في السابق، وسيقضي على المافيا التي كانت تستغل أموال نقابة المحامين من خلال المستشفيات أو بعض الموظفين المرتشين الذين كانوا يبيعوا النقابة ويبيعون المحامي للمستشفيات مقابل أي جعل يحصلون عليه. تلك هي فوائد مجلس نقابة المحامين التي قدمها لكل المحامين. نحن نعلم أنه المحامي ليس مشترك مع النقابة في جمعية وسيأتي نهاية العام ليقبضها. كل الذين يأتون في نهاية العام مستغلين رصيدهم في العلاج ليحصلوا على نظام التشيك أب، تحليلات وأشعات وخلافه، نحن نعلمهم ولن نبيع النقابة لهم، والمريض النقابة متكفلة به، أما داعي المرض فالنقابة ضده ولن تتجاوب معه على الإطلاق.